السلام عليكم. بهذا المقطع راح نناقش الخدعة الرياضية أو الخطأ الرياضي اللي وصلنا إلى عبارة خاطئة 3 تساوي 5. الخدعة بدأت بسالب 15 يساوي سالب 15. سالب 15 على جهة اليسار عوض عنها بتسعة سالب 24. سالب 15 على جهة اليمين عوض عنها ب 25 سالب 40. وهي عبارة صحيحة وما بها خطأ، لأنه في كل الأحوال ينطيني سالب 15. إذن هاي الخطوة صحيحة. الخطوة اللي بعدها ضاف 16 إلى الطرف الأيمن و16 إلى الطرف الأيسر، أيضا هاي خطوة صحيحة وما بها إشكال. نجي للخطوة اللي بعدها، صار عند الطرف الأيمن مربع كامل والطرف الأيسر مربع كامل. تحليل المربع الكامل 9 جذرها 3، الإشارة سالبة، 16 جذرها 4، خلى القوس تربيع. 25 جذرها 5، الإشارة سالبة، 16 جذرها 4 وخلى تربيع. لاحظ احنا من نفتح القوس يرجع المقدار الأصلي، مربع الحد الأول 3 9، الأول بالثاني في 2، 3 في 4 12 في 2 24، زائد مربع الحد الثاني، حد الثاني 4 مربع 16. هنا أيضا مربع الحد الأول 5 مربع 25، الإشارة سالبة، الأول بالثاني في 2، 5 في 4 20 في 2 40، زائد مربع الحد الثاني اللي هو 4 مربع 16. إذن هنا هاي الخطوة صحيحة. نجي للخطوة اللي بعدها، أخذ الجذر التربيع للطرفين، بحيث من أخذ الجذر التربيعي رفع علامة التربيع من الطرف الأيمن وعلامة التربيع من الطرف الأيسر، بقى عنده 3 سالب 4 بالطرف الأيسر يساوي 5 سالب 4 بالطرف الأيمن. بما أنه سالب 4 وسالب 4 من الطرفين فحذفهم من الجهتين، حذف كميات متساوية من الجهتين لا يؤثر. إذن هنا بقت عنده 3 بالطرف الأيسر يساوي 5 بالطرف الأيمن، وهاي العبارة خاطئة. الخطأ هنا وين صار؟ صار بأخذ الجذر التربيع للطرفين. إذن هنا هاي الخطوتين خطأ. من أخذ الجذر التربيع للطرفين المفروض يأخذ قيمة مطلقة للطرفين، يعني هنا راح يكون عنده 3 سالب 4 بالقيمة المطلقة يساوي قيمة مطلقة 5 سالب 4. القيمة المطلقة 3 سالب 4 يبقى عندي سالب 1 يساوي 5 سالب 4 هو 1، وفي كل الأحوال سالب 1 بالقيمة المطلقة يساوي 1 بالقيمة المطلقة. إذن هنا عندي 1 يساوي 1. مثل ما بدينا بطرفين متساويين انتهينا بطرفين متساويين.